يوسف النصيري أشرف حكيمي المغرب إلى الدور ربع نهائي كأس الأمم الإفريقية 2022 في الكاميرون بعد التغلب على منتخب ملاوي في مباراة فيها جميع فنيات كرة القدم زي ما تعودنا من المنتخب المغربي، وكان ممكن المنتخب المغربي يطلع. تقدم منتخب ملاوي في الدقيقة 7. المنتخب المغربي في كل البطولات اللي بيشارك فيها بيكون هو الأفضل أو من أفضل المنتخبات اللي موجودة في البطولة، وبيخرج من البطولات بشكل غريب جدا. منتخب المغرب رغم قوته عنده بطولة إفريقية أو قارية وحيدة سنة 76. السؤال ليه؟ ليه المغرب رغم قوته والكرة الجميلة اللي عنده وعنده أندية وفرق الوداد المغربي والرجاء الوداد البيضاوي المغربي وفرق كبيرة جدا ودوري متميز وقوي ومجموعة لعيبة محترفين مثل أشرف حكيمي ويوسف نصيري وغيرهم 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 وبطولة قارية وحيدة لا يليق بمنتخب المغرب؟ النهاردة أنا طالب من منتخب المغرب إنه ياخد بطولة كأس الأمم الإفريقية، هو أحق وهو من أفضل المنتخبات اللي موجودة لغاية دلوقتي. صحيح هيقابل منتخب السنغال في الدور ربع النهائي، ولكن هو قدها. المنتخب المغربي في كل البطولات اللي بيوصل ليها بيكون هو الأفضل أو معظمها هو الأفضل أو مرشح ضمن المرشحين، وخروجه بيخرج من فرق أو منتخبات أقل منه مستوى. في حالة تقصير المنتخب اللي قدامه بيلعب بشكل دفاعي بيوصل لضربات الجزاء فيخرج من ضربات الجزاء هدف في الوقت بدل الضايع، المغرب بيطلع بشكل غريب. أتمنى السنة دي أشوف المنتخب المغربي بياخد كأس الأمم الإفريقية، وأنا بحب منتخب المغرب وأتمنى ده. مبروك لأهلي وأصحابي وكل العرب وأهلي المغاربة في كل مكان، ويا رب اللي جاي يكون أحسن. تحياتي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.